وقال لك ايه سي حسنين ده؟ قال لي شويه كلام فارغ كده وقال لي ان انا مركوب ومفرقش عن المراكيب اللي انا فتحت محل لتصليحهم وان المحل ده يعني رشوه قصاد اني اتنازلت عن الطعون. المهم مسح بيا الارض وقال لي شويه كلام فارغ كده مفيش داعي اقوله عشان سمعتي. والكلام ده قاله لك قدام الناس؟ ايوه يا باشا قدام الناس كلهم وبصوت عالي. طب يلا مع السلامة انت دلوقتي، واسمع اي خبر مهم عايز تقوله لي اوعى اشوف وشك تاني ولا تجيني، فاهم؟ فاهم يا باشا. يلا مع السلامة. وصله وهات لي حضرة العمدة اللي ملوش كلمة في البلد دي. حاضر يا باشا. اقطع القطة دي ولا اعصرها يا ماما؟ لا يا رحمة هتقطعيها وتصفيها وتحطيها على النار وتحطي لها شوية ملح وشوية زيت وبس يا روح قلبي. ماشي أجمل ماما في الدنيا. طب قبل ما أوسخ إيدي بقى عايزين أنزل أجيب لك حاجة من تحت؟ لا يا حبيبتي مالكيش دعوة أنتِ، أنا اللي هنزل أشتري. لا نزول مش هتنزلي، كفاية عليكي الشغل بتاع بالليل يا ماما. أنتِ هتتغدي وتدخلي تنامي وأنا هدخل أروق المطبخ وأنضف. يا حبيبتي أنا مش عايزاكي تنزلي الشارع، أصلي بخاف عليكي مش عارفة ليه. ليه يا ماما؟ هو أنا صغيرة؟ ما أنا كبيرة أهو. قولي لي بس أنتِ عايزة إيه من تحت وأنا هنزل أجيب. مين؟ المدندش؟ بتسهر كتير قوي لي من دول برا دارك يا مدندش. ايه وجنابك بتسالني بصفتك ايه؟ ولا الحكومه امرت بان الناس ما تسهرش برا بيوتها؟ لا الحكومه ما امرتش ولا حاجه، بس ده ممنوع. ممنوع بصفتك ايه بقى؟ عينوكوا العمده علينا واحنا مش دريانين؟ ولا تكونش نسيت اللي عمله الصول عرفان بتاع الهجان؟ افكرك مالك بيا انت؟ الفجر قرب يد وانت دار تصرمح من الدار دي للدار دي؟ تكونش بتشتغل في السياسة ولا واحنا مش عارفين؟ والله كويس قوي انك عارف ان الفجر قرب يد. طب ما تيجي نصليه سوا في زاوية ابو عوف حتى ناخد ثواب الجماعة. بتتمسخر بيا يا حسنين؟ انت ما تعرفش ان انا رجعت من البراري ونصبوني عمدة تاني؟ يعني ممكن اقبض عليك وارميك في سلاحليك دلوقتي لحد الصبح. قادر وتعملها بس ولو مش هتقدر. طب اسمع يا ولا، انا ممكن اسيبك تروح داركم دلوقتي بس لازم تقول لي كنت بتعمل ايه في دار علي عوف دلوقتي. كنت بنقي الرز. سلام عليكم. دمه خفيف قوي الواجب دندش ده. ورايا يا ولا. ينحرقوا بجاز. هم ليهم عندنا حاجة؟ كسرين عينينا؟ ده أهل الكفر عاملينهم لبانة في حناكهم وبيتفوا عليهم كمان. هو أنت يا سندوسة مفيش حاجة أقولك عليها لما لقيك اتعصبت كده؟ ما هم يستاهلوا أكتر من كده كمان. المهم أنت كنت بتقول إيه؟ هو أنت لحقتي ياما تنسي اللي كنت بقولك عليه؟ غصب عني يا ابني من الهم التقيل اللي ركز على صدري. كنت بقولك يا ستي ان سليم رجع من البراري اليومين دول في الكفر. ايوه افتكرت. وحيمسكوه العموديه بدل الملهي على عينه البسطامي اهو. نطلع من نقره نقع في ضحضيره والهم هيفضل ورانا وكبس على نفسنا. ما هو اليومين الجايين دول يا سندوسة نجمهم هيبقى طالع في العلالي. ده الناس في الكفر مش طايقين روحهم بعد اللي شافوه بعينيهم في الكفر وفي العب الجوان. المهم أنا لقيته في وشي وأنا راجع من عند صالح. قال لي إيه اللي مرجعك من عند صالح دلوقتي؟ ده إحنا فاضلنا ساعة والفجر جدا. قلت له والله فرصة نصليه سوا جماعة في زاوية ولاد عوف. بصلي كده وبحلق وتنح. طب وهو مال؟ هيعدوا علينا الخطاوي؟ ما هو قلت له كده، هو انتوا هتعدوا علينا الخطاوي؟ ما
بعد ما يمسكوك العمودية تاني بصلي كده وقعد يبحلق في وشي ويضحك، ما بقيتش فاهم هو بيضحك على ايه. اشتريت كل حاجة عايزها للسفر زي ما اتفقنا؟ كل حاجة. مش عارف اشكرك ازاي يابا على الفلوس كلها اللي انت اديتها لي دي. ايه ولا بطل شكر. عامل لك شاي وتفطر معايا؟ لا انا افطرت، اكلت سندوتش فول وانا ماشي في السكة. ماشي افطر انا. مش انا قابلت نجاة؟ قابلتها في العتبة في السوق بتاع البدل. ايه؟ كانت بتشتري بدلة لجوزها الجديد؟ لا، كانت بتشتري بنطلونين لاخوها. نجاة ما اتجوزتش من ساعة ما انت طلقتها. كنت عرفت منين؟ قعدتوا تحكوا مع بعض يعني؟ يعني خدتني على جنب وقعدنا نتكلم وقعدت تحكي لي ظروفها وقالت لي انها ما اتجوزتش ومش عاوزه تتجوز، وامها عماله تحاول معاها بس هي مصره ونفسها ترجع لك. يا انا بطل كلام فارغ، ترجع لمين وفين؟ انا راجع البلد وعايش هناك. طيب ما دام راجع البلد يبقى عاوز واحده تخدمك، وما دام نجيه لسه ما اتجوزتش يبقى اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بقول لك ايه؟ نجيه مش هترجع لي، انت فاهم؟ مش هترجع لي. وتقفل بقك خالص وما تعيدش الكلام ده تاني، فاهم؟ خليك في حالك. يا ابني ما تزعلش مني وانت مسافر، اللي فيه الصالح هعمله، لو في صالحي. يابا انا خايف عليك، مش عاوزك تقعد لوحدك. عارف، بس يمكن الحياة في الكفر تبقى مسلية مع اهلي هناك. بتحبهم؟ اهلي واهل امك وامي ما احبهمش ازاي؟ ومش ارضي هناك واخوك صالح. بس انت ليه يابا مقصر مع صالح؟ يعني ما بتعاملوش زي ما بتعاملني. مش وقت نتكلم في حاجات زي كده. طب ممكن اطلب منك طلب اخير؟ عناية ليك. ممكن اروح الكفر اسلم على كل اللي هناك قبل ما اسافر؟ ادخل برجلك اليمين. دخلت برجلي اليمين. ايه دي يا خال؟ دي شقة. شقة يعني تليق بمقامك وادي مفتاحها. اعمل لنا شاي. حاضر. والشقة دي يا خال بكل اللي فيها هعمل بيها ايه؟ هتعيش فيها؟ عشان لما تنزل تحضر جلسات المجلس، ولا عايز تبقى نائب صد رد كفر مصر وترجع؟ لازم يبقى لك مقر هنا وده مقرك. انا مش عارف اشكرك ازاي. الشكر بيبقى على الواجب وده مش واجب، دي مصلحة بيني وبينك. الشقة دي كانت بتاعتي أيام العزوبية والشقاوة. ودلوقتي بقت شقتك. هدية مني. طب إيه بقى المصلحة؟ إنك تمضي لي أي طلب من أي وزير أكون مزنوق فيه. بقول إيه؟ تعالى أفرجك على بقية الشقة. طب قول لي الأول مين دي؟ مدام سيما. يعني ديت هتخدمك وتراعي مصالحك. دكتوراه في الطبخ وإدارة الأعمال والسكرتارية. تشرفنا يا مدام سيما. حضرتك هتكون مبسوط قوي ومفيش أي حاجة هتنقصك خالص. أكيد. إنما إيه الزيارة الحلوة دي يا سيدة فندي؟ والله العظيم ده إحنا يعني النهاردة زرنا النبي. قول لي بقى، تشرب كازوزي ولا اعمل لك شاي؟ لا ده ولا ده، انا جاي اقعد معاك شويه قبل ما اسافر الاقصر. ممكن تقعد بقى عشان نتكلم شويه؟ خليك يا حسنين.
خليك قاعد مع صاحبك. أنا اللي عامل لكم الشاي. كتر خيرك ياما. قول لي بقى حسن أفندي إزاي؟ والله ده وحشني أوي. اسكت يا عم حسنين. ناوي برضه يعيش لوحده. ما فلحتش أقنعه إنه يتجوز. سيب أبوك يعمل اللي هو عايزه. أبوك جرب حظه مرتين وخاب. ده كفاية شوق اللي سابتك وانت صغير عشان خاطر علام. علام دلوقتي بقى كلب البهوات. في ايه يا سندوسة؟ هو انت ما تفوتكيش حاجة ابدا؟ لو عايز تقنع حد بالجواز اقنع صاحبك حسنين بدل ما هو قاعد في الكفر لوحده كده من غير ونيس. عجبك كده يا سيد افندي؟ حولي تتدفع عليا دي. تقدر تقولي بعد ما اموت هتقعد مع مين في الكفر؟ هتبقى قاعد لوحدك زي قرد قاطع ومحدش هيعبرك. ليه كده ياما؟ ليه السيره الغم دي؟ هو انا اقدر اعيش من غيرك؟ ده انت لو مت اموت وراك على طول. سواء بوانيس او من غير وانيس، ليه بتقولي كده ياما؟ طيب انا مضطر استاذن بقى من الجو الحب اللي هل في البيت ده. انا هروح دار اخويا صالح احط شنطتي عنده وبيت عنده لولادي. لا لازم تشرب الشاي الاول. هاتي يا ام علي. اتفضل يا سيدة فندي تشرب الشاي الاول بس بقى من غير حلفان ومن غير ما تبت عليك. انت مش هتبيت غير حدادة. ايه قولك بقى وما تخلينيش احلف عليك. طب اصبر عليا شوية. حسنين عنده حق. بيت معانا هنا يا ضنايا. اشرب الشاي وروح طل على امك شو. واجب برضو مهما كان امك. اروح عشان في كلام كتير عايز اقوله اياه. لك وحشه يا ابني، عاش من شافك. والله وانت كمان يا امي. انا الود ود افضل عايش معاكي هنا على طول، بس اعمل ايه؟ طبعك زي ما ابويا بيقول، فضلت علام شلبي عنه. ما تنكش في الماضي يا سيد. يا امي انا لو هنكش هقول لك الكلام اللي الناس بتقوله بره. يا ابني الناس ما وراهاش غير الكلام. ياما الناس بتقول ان جوزك بيشتغل عند الكبارات. ما تاخذنيش يعني ياما خدام. بقى جاي تزورني عشان تسمعني الكلام البايخ ده؟ عايز تذلني زي ما ابوك زمان ذلني ووراني الويل؟ اما انت واد صحيح ما عندكش ريحه الدم. انا جاي اودعك. انا مسافر الاقصر هناك هشتغل. ويا عالم هشوفك تاني ولا لا. كمان بتفول عليا يا سيد؟ لا ياما مش بفول، بس الاعمار بيد الله ومحدش ضامن عمره، ودي حقيقه لازم نواجهها. بقولك ايه؟ انا بعد ما اسافر ابويا هيرجع هنا في البلد يعيش في دار ستي عشان هو بيحب اهله. يلا احنا دارنا واسعة ومعانا فلوس كتير، مش محتاجين لحد. انا حاولت اقنع ابويا لما يرجع البلد يحاول يرجعك. فاهمه يما؟ فاهمه ايه يا واد؟ فاهمه ايه يا معفن انت؟ فاهمه ايه يا يالا؟ ايه اللي بتقوله ده؟ شو ترجع لمين يا؟ ترجع للحق. حق؟ ككسر حقوقك يا اخي. هو الحق يقول انك تخش بيوت الناس تخربها وتسادبها كده؟ يلا يلا توكل على الله بره بيت ما تجيش هنا تاني. يلا وعارف لو جيت هنا تاني هكسرك رجلك الاثنين. لا رجلي واحدة عشان تعرج واتفرج عليك. يلا يلا صبرا قولي يلا. والله عال يا شو يا معفنة انت كمان. وعايز ايه علام شلبي من الباشا؟ روح قول له مش موجود. دقيقة واحدة، مش نشوفه عايز ايه من الباشا؟ اوكي خليه يدخل. مساء الخير يا ست هاني. مساء الخير. عايز ايه من الباشا؟ مصيبة يا ست هاني، مصيبة مش عارف اعمل فيها ايه. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ شو مراتي الله يكحمها مطرح ما قاعدة قابلت الواد سيد ابن حسن عوف طلقه الله يكحمه وراها، وقال ايه الواد سيد قاعد يوز في امه تسيبني انا يا ست هاني وترجع لابوه، عايز اخد مني مراتي ويرجعها لابوه يا ست هاني. يعني انت جاي للباشا عشان تحكي له الكلام اللي بين شوق وابنها؟ بقول لك ايه، يا تقول كلام عدل عشان نصدقه يا تغور. ماني خايف يا ست هاني ما اقول الكلام يعني الباشا يزعل. خلاص غور. ما هو انت يا علام
الكلام اللي هتقوله مامي هتوصله لبابي الباشا؟ كلام سليم برضه. قول وخلصنا. عطفي الساكي بقاله ساعة بيلف من دار لدار من بيوت الفلاحين الغلابي اللي عايزين جنازة ويشبقوا فيها لط، وبيقول لهم إن المدندش عايزهم عند الصندوق في كلمتين. إيه هما الكلمتين؟ كلمتين فارغين لكن من العيار التقيل. قالهم الواد سيد في ودان مراتي شوق وفي ودان المدندش. كمل يا علام. الواد سيد ابن حسن عوف طليق مرات الله يكحمه بيقول يعني ده سيد اللي بيقول إن سلمان باشه ليه داخل، إن ما كانش بنفسه هو اللي قتل وهيبة وبنته مرات المدندش. وقال إيه عليك أنت؟ علي يعني؟ قال علي أن أنا خدام الكبارات يا باشا. شوف يا علام يا شلبي، لما تبقى تسمع كلام فاضي زي ده ما تبقاش تيجي تقوله للباشا عشان ما تفورش دمه. يبقى تعالى قوله لنا يا علام وأنا هتصرف. حاضر يا باشا. حاضر يا ست هان، بالإذن، تحت الإذن والسيادة. سلام عليكم. سلام يا هان. الحكاية مش حكاية الولاد الصغيرين يا حلوين، حكاية الناس الأكابر المتزغطين واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. الست خطفوها هي وبنتها وكنا متجوزين، والسر هناك عند الناس التانيين ورا السور الكبير أبو باب عالي. فهمتم ولا لا يا أغبية وحميه؟ بتشتم ليه يا مدندش؟ الشتيمة عشان الفهم. الشتيمة ساعات بتبقى للفهم والاستحسان. خلاص اللي عندي قلته، مفيش حاجة تانية. اتكلوا على الله ومش عايز منكم حاجة. يلا مع السلامة. انت كده ابتديت المشوار الصعب. يا روح ما بعدك روح يا سيدة فندي. قباض الأرواح سبحانه وتعالى قال لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق ولا سلامة من ألسنة الناس ولا راحة في الدنيا. الله يفتح عليك يا سيدة فندي. أمال أنا بحبك ليه؟ عشان أنت متعلم وقاري وفاهم كل حاجة. هتقعد تشرب شاي؟ لا مش هينفع. أنا جاي أقولك خلاص إن أنا مسافر. النهاردة بالليل إن شاء الله هاخد قطر الصعيد من محطة مصر، خلاص طالع على الأقصر. هتوحشني يا مدندش. هكتب لك جوابات أحكي لك فيها على كل اللي هشوفه. يا سيد أفندي كل اللي هتشوفه أني شفته. عارف هتكتشف هناك إن البلد دي أكبر مننا كلنا، بالذات لما تقعد تحت أي تمثال عند رجليه هتعرف قد إيه البلد دي كبيرة وعظيمة. يلا ربنا يكرمك ان شاء الله. انا الاول هفوت على والدتك اسلم عليها وبعدين اخد شنطتي وارحل. انت كمان هتوحشتي بس مستقبلك اهم. مع السلامه. يا رب تكون سكه السلامه وما تكونش سكه الندامه يا سي سيد. انا ماشي يا خاله، مبسوط اني شفتك قوي قبل ما اسافر. هو انت صحيح رايح بلد بعيده وهتعيش هناك؟ ايوه رايح الاقصر، بس الاقصر مش بعيده، الاقصر جوه مصر. ما هي دي اللي كان فيها عم حسنين، دي فيها كل اثارات الدنيا. انا بقى رايح اخدم هناك. طب وما تخدمش في بلدك ليه؟ ما تخدمش هنا في الكفر ليه؟ هو مش محتاجك؟ مش انت بتقول انك انت متعلم؟ ولا البلد اللي مش منك بتبقى احسن منك؟ مش فاهم قصدك. كمان مش فاهم وانت متعلم ومش فاهم؟ هقول ايه، احنا كده يا ولاد مصر نحب قوي نخدم في مال غيرنا ونبقى مبسوطين على الاخر. مع السلامه. هو انا كلامي هيفيد بايه؟ ماشي يا خاله، سلام عليكم.
تاخدش بطاري يابا. انا مقدر مشاعركم كويس واحنا مش هنسكت. يا سعادة البيه اعذرني في الكلام اللي هقوله، احنا جوانا نار يا عالم مين يقدر يطفيها؟ الرصاصة اللي صابت سيد مش اول ولا اخر رصاصة، يا حسرة قلب امه عليه. احنا بندور في كل حتة، احنا مش هنسكت يا حاج ابراهيم. طب ما هو السرايا قدامكم يا بيه، هو يعني الرصاصة ما خرجتش منها؟ احنا ما نقدرش نمسك حد بدون اي دليل، وبعدين الجريمة حصلت في الزراعة، يعني بعيد قوي عن السرايا. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. انت مين؟ انا مين؟ انا عبده المزين وحلاق الصحة في الوقت نفسه. انا بيه كل الكفر يعرفني. انا بيه شاهد على كل حاجة. انت شفت القاتل؟ لا مش للدرجات يا سعادة البيه، شاهد يعني عارف، والعارف لا يعرف. يا سعادة البيه اللي بيتقتل في الكفر ده هم الغلابة بس، عمرك سمعت عن حد من الكبارات بيتقتل؟ يبقى مين اللي قتل؟ واضح انك بتخرف في الكلام، وانا كده ممكن احطك في الحجز. حطني في الحجز على ايه يا سعادة البيه؟ احنا جايين عايزين تصريح الدفن عشان ندفن ابننا الصبح. هو ده اللي احنا عايزينه يا سعادة البيه. طب استنوني برا ربع ساعة لحد ما نشوف ممكن نعمل ايه. حاضر. ماشي. حاضر. ايه حصل جوه؟ ما تنفع حصل ايه؟ يا ما بس يا وليه الجوية بس. بس ايه خلاص الجدع مات في كلمتين وانتوا قبلتوا؟ لا ما هو احنا مش هنسكت. يعني اعملك ايه؟ نحرق المركز عشان تستريحي؟ ما تقولش كده يا عبد الله، اقفل بقك بقى الله يسترك. احرقه ولا تفيل، واني قلت مش هنسكت يعني مش هنسكت. بلاش جنان يا سندوسه، خلي امشي من هنا على خير. يا ابني يا ضنايا يا ابني اكتمي اكتمي يا شوق. ابني يا ام ابراهيم دلوقتي بقى ابنك؟ ما انت اللي سبتيه من زمان ورميتيه، وهو دلوقتي راح خلاص. يا حبيبي يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم، انت هنا بتعملي ايه وابني فين؟ انا لسه جايه من كفر الدوار، دخلت لقيت باب الدار مفتوح ومحدش هنا. اصلي انا اتطلقت. ما تتطلقي ولا تتفلقي، أنا في ابني دلوقتي، سيد اتقتل والمدندش اختفى ومعرفش راح فين. سندوسة سندوسة بقول لك ايه، الواد عباس ابني بيقول ان ابنك حسنين اول ما عرف ان سيد عوف انضرب بالنار خد ديله في اسنانه وطلع يرمح الزراعيه لحد المكان اللي اتقتل فيه السيد، ولما الخلق وصلوا هناك ابنك بقى كان فص ملح وداب. فص ملح وداب ده ايه؟ هي فوضى؟ بقول لك ايه يا بيت، لو ما عندكيش حته تباتي فيها اتلقحي هنا في اي مطرح على ما اشوف ابني جراله ايه. ربنا يستر. قالوا لي انهم لقوا دم القتيل على جلابيتك. سنة سوخي، واني على جلابيتي دم؟ طب جه من ايه؟ دم القتيل اللي انت قتلته. اني قتلت مين؟ سيد ابن حسن. هو سيد ابن حسن عوف اتقتل؟ انت هتستعبط يلا؟ يعني سيد ابن حسن عوف اتقتل واني اللي قتلته؟ ومع عصبت الاصرار والترصد كان مبيت عندك لغايه الصبح، ولما قابلك على الترعه فور دمك بكلمتين قمت لبتله على السكه وطخيته عيارين. اني ده الخلق كله شافتني واني واقف على الترعه، ولما سمعت طلق النار بقيت اجري واصرخ لحد ما رحت لحده ولقيته انه سيد افندي هو اللي مضروب وواقع في دمه غرقان. حضنته ورميت نفسي عليه، كنت عايز اخده في حضني وابوسه. اهو انت اللي بتقول بنفسك، الناس كلها شاهدة عليك وشافتك. شافتني يا سلمان باشا، انت عارف كل حاجة، وعايز اقول لك على حاجة كمان، انا ما عدتش اخاف منك. ما عدتش خايف مني؟ طب اسمع بقى يا حسنين، انا دلوقتي مركزي كبير وداخل على مستقبل سياسي وطموح وعايز اوصله، ومش هيجي واحد معفن زيك
ويقف في طريقي. يا إما تحط لسانك جوا بقك وتقفله، يا إما هبلعهولك. تبلعهولي؟ تبلعلي لساني عشان أبقى أخرس وأشاور؟ شوف بقى. والله فكرة يا سلمان باشي، بدل ما أقول كلام أشاور، أقول الكلام ده بالمشاورة وأقوله لكل الخلق وأقول لهم المستخبي ظهر وبان. يا سلمان يا ابن أخت عزت، شوف أما أقول لك، مصر واسعة، عايز تهرب اهرب، روح أي حتة واعمل ما بدالك، لكن طول ما أنت موجود قدام يبقى بيني وبينك طار، مراتي وبنتي، يا إما مراتي وبنتي يرجعولي ويبقى لي أهل زي زيك، يا إما أنت تخسر مراتك وعيالك وتبقى من غير أهل وبرضه تبقى زي زيك. زهقان شهق شهقتين من الغلب مش من جروح، وبعد ما صلى على الزين اتشاهد وطلعت روحه. دارك ومطرحك يا عم حسنين. أنا ما شفت الوش دي فكرت نفسي في الجنة. جنة وهي دارنا تنفع جنة؟ بنت يا جميل امشي من هنا دلوقتي غوري. حاضر. ايه يا حسنين فيك ايه؟ مالك شايلينك مربعة من زاوية ولاد عوف ليه؟ ها؟ انت كنت في الغرزة يا ولا؟ غرزة؟ أني كنت في مكان ما يعلم به إلا ربنا، أصعب من الغرزة 100 مرة، لقوا الدم على جلابيتي واتهموني إنني اللي قتلت سيد عوف. هما مين دول اللي اتهموك يا ولد؟ اللي ما كانوش عايزين نحضر جنازة سيد عوف وهددوني، قالوا لي لو حضرت جنازته هنتهمك إنك القاتل. هما مين دول يا ولد؟ يعني هما عصوا جلابيتك بدم سيد ابن حسن؟ لا ياما، هما ما عصوش جلابيتي. لما سيد اتقتل انا جريت عليه وخدته في حضني، دمه عص جلابيتي، لقوها فكره انهم يتهموني انني اللي قتلته. هما مين دول يا والا؟ هما مين دول اللي اتهموك؟ دول اللي بسال عنهم ما بتردش ليه؟ ما ترد. عايزه تعرفي يا سندوسي؟ سلمان. عد سلمان سمع كتير، بقول لك سلمان هو اللي اتهمني. سلمان ورحمه امه اللي ما شافهاش، بتاع نواره لكون مورياه الويل. وايه اللي فتح الموضوع ده دلوقتي؟ الكلام كتر في الكفر واحنا بنناقشه. تناقشوا ايه يا مجانين؟ سيد ابن حسن اتقتل وخلاص، واللي عراسه بطحة هو اللي بيحسس عليها. ايوه خال، بس انا ما قتلتش سيد ده، اقسم بحق جلال الله ما ليا دخل في الموضوع ده. ثم انا هقتله ليه؟ ده بالنسبه لي حته عيل ابن امبارح. الموضوع ده لازم يتقفل عشان ما تبقاش نار وتحرقكم. اللي قتل سيد اكيد عاوز يسوي سمعتك وياثر على مركزك الاجتماعي ويتهمك. انا وانت يا سامي مش مفروض نسمع الكلام اللي بيتقال ده ولا نتدخل فيه. ايوه عين العقل. ايوه بس عشان يبقى عين العقل يبقى لازم افهم الموضوع، يا اما في حد بيخرب من ورانا في البلد واحنا ما نعرفوش. تنهد عليك السرايا وعلى دماغك، حتى لو كنت ابن بطني ده انا بحمد ربنا انك ما انتش ابن بطني، انا ما حلتيش غير حسنين ابني ربنا يخليهولي، انما انت ابن فاشل ومعفن رميته الايام السودة عليا، مش كده يا سلمان؟ فاكره ياما لما دخلت عليا من كام سنه بالزيطه دي؟ لسه زي ما انت وحياه الايام اللي ما طمرتش فيك.
لخلي كلاب السكك تنهش لحمك، مش عشان قتلت سيد، لا، عشان بتخوف ابني انا بقتل سيد. لا بقى، لحد كده وقفي عند حدك، ولما تهلفطي في الكلام ما تلخبطيش ابو قرش على ابو قرشين. ابنك حسنين كانت على جلابيته دم سيد، وكان ممكن اوديه ورا الشمس، بس عملت خاطر للعيش والملح وخاطرك. ايه اللي بتقوله ده؟ ورا شمس مين يا بوريال؟ وانهي شمس دي اللي انت تعرفها؟ انت ما تعرفش غير الضلمه يا جبان. ساعات بتعرف العز والحرير والقمر، وساعات تعد النجوم. يعني ايه الكلام ده يا سندوسة؟ يا الف نهار ابيض، اخيرا نطقت، نطقت يا زعيم العصابه، يا متربي ومربيهم على الغالي. احترمي نفسك بقى وبلاش قله ادب يا اختي. اسم الله. طب اسمعيني بقى، اسمعي الكلمتين دول يا متربيه يا مؤدبه. الكفر كله بناسه وبهايمه وزرعه وحجارته، عارفين ان جوزك سلمان عاشق وولهان، ها؟ ومرمي تحت رجلين نواره مرات المرحوم اكرم ابن المرحوم عزه، وان شاء الله سلمان جوزك ده هيبقى مرحوم هو كمان. ولو مش عايزين فضايح بقى، يبقى كل واحد فيكم يحط لسانه جوه حنكه وما يطلعهوش ابدا، جاتكم القرف. انا هطلع فوق هغير هدومي وهخرج، مش عشان وشايه رمتها امك علينا ومشيت، لا، ده عشان اعرف اذا كان كلامها حقيقي ولا لا. واوعى اوعى تمنعني من الخروج يا سلمان، انت فاهم؟ مش قلت لكم ما تلعبوش بالنار؟ اي حرقتنا. هو انت لسه عايشه؟ نعم. فكرتك موت يا نواره. في ايه يا سميره؟ اصل اللي يدوس رايه سميره هانم في الكفر ده برجله يبقى اخر يوم في عمره. تعالي يا سميره تعالي، عشان عيب الكلام على الباب. وهو انتوا تعرفوا العيب؟ ليه يا حبيبتي، هو احنا كنا قتلنا لك قتيل؟ القتيل ده لما يتقتل الناس والحكومه بتدور على اللي قتله لحد ما يمسكوه وياخد جزاء. لكن الست اللي تعشق راجل متجوز وعنده ولاد، ده اصعب من القتل. وجزاؤه عندي انا رصاصه ملهاش تمن تجيب اجل اللي عشق. اتكلمي على طول يا سميره من غير تلميحات. مالكيش دعوه بسلمان يا نواره. سلمان؟ سلمان مين ده يا ام سلمان؟ سلمان ده عندك تاكليه تشربيه تحطيه حوايا فوق دماغك، لكن انا سلمان ده ما يسواش عندي تمن قفص العيش اللي بيتحط فوق الحوايا دي. فهمتي ولا اقول كمان؟ طب شوف يا نواره، وانتي حلوه كده ونصحه على الاخر، سلمان باشا ما يبص لكيش انتي. على فكره يا سميره، سلمان جه هنا وكان هيبوس ايدها عشان يتجوزها. ما تتكلميش انت يا عقربة. لم لسانك يا سميرة. هلم لساني. لو عايزاني في موضوعك انت وسلمان ده اقطعه، هقطعه خالص، بس بشرط. شرط مين يا اختي بعد ما قتلته عزة جوزي؟ او في سكة القتل ده بقى المجاليب كتير قوي. لا بلاش مجاليب، في طرق تانية كتيرة. ولاد سلمان شايطين على الاخر وحالفين براس ابوهم ليدفعوا نورة التمن، وانا موقفاهم، والمهله يومين. عايز اسمع ان الدار دي اتقفلت خالص وتاخديها وترجعوا البراري، وما يبقاش ليكوا حس في الكفر ده تاني ابدا. اوكي، خلصتي اللي عندك يا سميره؟ اللي عندي مش هيخلص الا لما يتنفذ شرطي. مع السلامه يا سميره. مع السلامه انت، وانا هرد عليكي بعد يومين.
لازم اضربها يا عمتي. تضربي مين؟ دي قادره وفجره، وكل الكلام اللي بتقوله ده ممكن يحصل بصحيح. يعني ممكن تقتلني وتعمل اكتر من كده كمان. يا بنتي احنا مش عايزين ندخل في عركه ملهاش لازمه. يا حبيبتي احنا ولايه، الدار دي لازم نبيعها ونسيب الكفر ده خالص، ده اصله كفر ملعون. جاي تقتل مين تاني يا سلمان؟ انا لا جاي اقتل حد ولا عمري فكرت اقتل حد. خش في عبي يا واد، خش في عبي وخلينا سد. طب احلف لك بايه ان ماليش دخل في موضوع سيد ده خالص ومش هسكت. تتهم اخوك فيه وتقول ان جلابيته كانت متعصى من دم سيد عوف؟ ما انت كمان جيتيلي بزعابيبك السرايا وعملتلي فضيحه، وخليت سميره راحت لنواره دار خال عزت وخلتها تهج من الكفر وترجع البراري تاني. ما سميره مراتك من سلسالك وتعلمت الفجر منك وولادك طالعين لك. اهو يا ست نواره لمت هدومها ورجعت البراري تاني وعرفت ان وجودها في الكفر هنا مش مراتها. بس اللي انا عايز اعرفه بقى، منين جبت الحكايه اللي لفقتها لنا نواره؟ يا سلمان بيه، أنا عايز أقول لك يا ريت نعتبر اللي فات مات ونردم عليه. قد أنت عصام كبرت أهو، وزي ما كنت برضو عايز تعيش لوحدك وتبعد عن أهلك وناسك. أبداً، أنا من وأنا صغير حاسس إنكم مش قريبين مني، زي ما أكون مش من العوايفة زيكم. من العوايفة بالاسم يعني؟ وبتتاجر في الكذب والكباء ومن عب سلمان وبتمص دم ناسك؟ هو أنا لقيت شغلانة تانية وقلت لأ؟ ده أنا زهقت من الروح، نفسي اشتغل اي حاجه تانية. خلاص بقى حسان، الله بلاش تفتيه، سيبه في حاله يا اخي. سيبهم يا استاذ، سيبهم يقولوا ان مراتي بنت الشلبيه كسر عيني وبتقول لي انت لك اهل، واديها غضبانه عند امها من ليله امبارح. ازاي يعني مالكش اهل؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ روح انت يا عزيزه اعمل لنا شاي ولا هات لنا حاجه ساقعه. روح. حاضر يا عسراء. يا عصام احنا ما بيلمناش غير الهم والغم والموت، وساعات بنبقى محتاجين نستند على بعض، ولما ما بنلاقيش بعض بنتوب. وكويس بقى انك فتحت الموضوع ده دلوقتي يا عصام. اقول لك بصراحه انا حاسس كده انك كبرت وانت مبعد عننا، بس دلوقتي عايز ترجع، وحاسس كده زي ما تكون خايف لسه من اهلك وناسك. لا، انا لما كبرت سالت نفسي انا ابن مين، ومحدش رد عليا لحد النهارده. من غير لف ولا دوران انت من العوايف، وكنت غصب عنك بعيد عنهم، لكن دمك ولحمك منهم. انا نفسي ابقى وياكم على الحلوه والمره، وما بقاش عايش في الكفر وحاسس اني غريب. شوف يا عصام، المرحوم سيد ابن حسن كبر وتربى بعيد عننا، بس فكرك بقى ايه اللي جابه تاني لينا؟ لا معرفش. اللي جابه تاني لينا الدم، الدم اللي كان بيجري في عروقه هو دم ولاد عوف، وهو ده اللي جابه تاني. وقتلوه الكلاب. لما شفتك وانت بتعيط من قلبك يوم دفنة المرحوم سيد، حسيت ان خلاص، قلت خلاص لازم يفوق، واكيد هيرجع وهترجع تاني لاهلك وناسك. ربنا يخليك لينا يا استاذ، ربنا يخليك لينا ويحميك. حرام يا سي حسن. جامع يا حسنين، انا بقالي كام يوم هنا في الكفر يا راجل، ما فكرتش تيجي تزورني؟ معلش يا سي حسن، كنت سايبك تظبط امورك وتعرف انت رايح فين. ما هو المحل بتاعي انا بعته خلاص، وشقه امي خدت فيها خلو، وجاي اقعد هنا في البلد، وناوي ماليش دعوه بحد خالص الا بقبر ابني وامي. ايوه، يعني معنى كلامك انك لسه ما ظبطتش امورك. ايه؟ عايزنا ننتقم؟ ومن مين؟ يا سي حسن انا ما جبت سيره الانتقام، الانتقام معناه الموت، وعشان تفكر انك تنتقم لازم يبقى ظهرك سليم. الله، وهو ايه اللي مش سليم في ظهرك ولا في ظهري؟ مش انت قصدك عليا وعليك برضه، ولا انا بفكر غلط؟ لا ما بتفكرش غلط ولا حاجه، بل بالعكس كلامك عين العقل. بس ظهرك كان سليم لما امك كانت عايشه الله يرحمها، وابنك كان في حضنك. العيله مش كده؟ ايه ولا عيله؟ ماني وانت في الهم سوا، لا بيت ولا عيلة ولا عيل ينعم منا أو حتى يحزن علينا. سيد راح خلاص. إيوه، سيد راح زي ما سمسم بنتي راحت. سيد الله يرحمه كان جاي الكفر يقول لي دور على اللغز وهتلاقي حل.
اسأل سلمان. سألته على كده؟ سألته ايه؟ هو سلمان فاضل حد عشان يسأله؟ سلمان النده ندهيته خلاص، عشق دوره وقع في حبي. أمي قالت الكلام ده لسميرة، قالت لها هي كانت فاكرة إنها داخلة تهد السرايا دي، بس ما خدتش بالها إن السرايا مبنية من عظام البني آدمين، يعني أصلا من العظم نفسه. يا راجل ما تتوهنيش أكتر من أتاي. حاجة تقرف وتسد النفس. أنا مانيش عارفة أعمل إيه مع الناس دول يا رجب. ما هو أنتوا اللي غلطانين من الأول يا معصاه. ما كانش لازم توافقوهم على كل اللي طلبوه منكم في الأول ساعة ما رحتوا تتكلموا على البنت. هو أنتوا يعني بتلاقوا الفلوس؟ أبدا يا أخوي، ده القرش بيجي بطلوع الروح. وبعدين يعني كنت أعرف منين إنها هتعمل العمايل اللي عملتها دي؟ دي البت من ساعة ما دخلت الدار وهي بتقول يا شر شطر، زي ما تكون مستقلية بينا. دي كمان بتتحامى في خالها العمدة. تتحامى في إيه؟ ما خلاص راحت عليه. انعزل بعد البلاوي اللي عملها اليومين اللي فاتوا دول. دي لما بتحب تدلع عصام بتقول له يا عوصة، ولما بتحب تهزر مع عمي بتقول لها يا ام العوصة. بس يا بنت اسكتي، بلاش تفتيق، ملوش لزوم الكلام ده. يا ريتها بتقول كده وبس، دي بتشتم في العيلة وعيلة العيلة يا برجب. الله 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 الله، ليه يا عصام؟ هو انت مش جوزها؟ جوزها ولا مش جوزها؟ المفروض تمشي كلمتك عليه وتمشيها زي ما انت عاوز، ولا تسيب لها كده الحبل على الغارب تركب وتدلدل رجلها زي كل الناس ما بتقول يا عصام. ويعني يا اخويا عصام هيقدر عليها؟ دي عينها تندب فيها رصاصة ولسانها متبري منها. المهم انت كنت بعتلف ايه يا ام عصام؟ كنت بعتلك يا اخويا عشان تشرنا في اللي احنا فيه. في ايه يعني؟ يوه، في اللي احنا عمالين نقولك عليه. البت غضبانة بقالها يومين وراكبة دماغها ومش عايزة تنصلح إلا لحد ما أنا أروح لها دارها وأصلحها. عايزة تصغرني يا رجب. الله، طب وفيها إيه يعني؟ ما أنت متعودة على كده، هي بتغضب وأنت بتروح تصلحيه. استقلية بينا، بتقول إن عصام ابني مالوش لا عيلة ولا أهل، لا ليه لا عم ولا ليه خال. ما أبويا يا رجب أهو يما، إزاي بقى مالناش لا عم ولا خال؟ معلش يا أبا رجب، تعال على نفسك وناخد أبويا شبل ونروح نصالحهم سوا، على الاقل يعني يعرفوا ان احنا لينا ناس. وماله يا عصام، نروح نصالح حالك مهما كان، برضو انتوا لحمنا ومننا وعلينا. صحيح يا رجب، يعني هتروح لشبل؟